الخير. في الحقيقه انا حابب ابدا معاكم بقصه ماساويه كوميديه. القصه الماساويه الكوميديه دي هي قصتي انا، وبتعرض لها بشكل يومي على مدار سنين. القصه دي دايما بتبدا لما يكون في نتوركينج ما بيني وبين شخص ما، حد جاي يتعرف عليا، فدايما بيبدا اول سؤال ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ فبقول لي اسمي هشام العراكي. فبيقف طبعا نص ساعه في الحته دي، عراكي ولا عرقي ولا عراقي ولا عركي، وطب هي جايه منين؟ طيب السؤال اللي بعديه هو السؤال الصادم في حياتي، وحضرتك تخصصك ايه؟ فبقول له لوجيستكس. فما بيكملش كلام اصلا، يعني هو بيقف فلازم انا اكمل. فبقول له دي مجموعه من الانشطه بتتعمل في اي صناعه موجوده، زي النقل والتخزين والتصنيع والتعبئه والتغليف والتقليص الجمركي والكلام ده كله. بيقول ايوه، يعني حضرتك هتشتغل ايه؟ فانا ممكن اشتغل في اي حته، يعني انا حضرتك تباع؟ طب سواق؟ لا لا. طب طيار؟ في الحقيقه برضو لا. قبطان؟ بحار؟ مندوب مبيعات؟ لا لا خالص، انا مش الكلام ده كله. فبقعد اشرح له هو انا شغال ايه بالظبط. طب يا حضرتك يعني هيقولوا لك يا ايه؟ فبقول له لوجيستيشن. فطبعا ما بتلاقيش، مفيش ولا اكني قلت له اي حاجه. طب حضرتك ما علينا من السؤال ده خالص، نخش في السؤال اللي بعديه. حضرتك حاليا شغال فين؟ فاقول له انا شغال مدير حاضنه بمركز رياده الاعمال. والله زين ما اخترت الحضانات دلوقتي بتجيب فلوس، وانا ابن اختي عايز يخش اصلا. قلت له لا لا لا، انا مدير حاضنه اعمال مش مدير حاضنه بتاعت اطفال. قال لي طب ما علينا بقى خالص من الدراسه والشغل، شايف شكلك كده جسمك حلو وبتاع، ما تيجي نخش الجيم مع بعض. قلت له لا والله انا ما بلعبش جيم، انا بلعب جمباز. ايه الجمباز ده؟ فقول له لا الجمباز ده اللي هو يعني رياضه بتتشقلب وكده. قال لي بتعلقه في المروحه وبتشعلقه على المسمار. ايوه انا ده، مش مشكله. المهم الموضوع ده على قد ما هو كوميدي، على قد ما هو جه فتره من الفترات ضايقني، وبدات احلم احلام زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي، ان انا واقف على صخره في محيط وبزعق وبتكلم على الناس حاجه هم مش قادرين يستوعبوها. لحد بعديها باسبوع رحت بالصدفه خدت كورس في الانتربرينورشيب، حاجه وسمعت عن حاجه اسمها البلو اوشن استراتيجي، استراتيجيه المحيط الازرق. اول ما سمعت الكلمه دي ربطتها على طول بالحلم، ورحت مروح البيت داخل عامل سيرش على ايه الاستراتيجيه بتاعت المحيط الازرق دي. طلع لي ان في اتنين من العلماء موجودين في علم الاداره عملوا ريسيرش قوي قوي على اكتر من 30 اندستري من سنه 1880 لسنه 2000، بيتكلم ان هعرف ازاي ان الشركه دي ناجحه ولا لا. فبعد الريسيرش ده اكتشفوا ان الحاجه الكومن الاساسيه اللي بتنجح الشركات حاجه اسمها الفاليو كرييشن. يعني ايه الفاليو كرييشن؟ يعني الشركه قدرت تعمل حاجه للكاستمر مختلفه عن باقي الكومبيتيتورز. ومن هنا جت فكره البلو اوشن استراتيجي. وعشان نتكلم على البلو اوشن استراتيجي لازم نعرف ان في نوعين مختلفين من الاستراتيجيه. في حاجه اسمها الريد اوشن استراتيجي والبلو اوشن استراتيجي. ببساطه الريد اوشن استراتيجي دي معناها ان حضرتك دخلت في سوق مليان كومبيتيتورز، منافسه مش طبيعيه، والقوي فيها بياكل الضعيف، وعشان كده من كتر المنافسه دي المحيط بقى لونه احمر من الدم. وعلى النقيض الاخر في حاجه اسمها بلو اوشن استراتيجي، دي عباره عن محيط صافي ما فيهوش اي حاجه وحشه، في فرص كتير قوي، بس الناس لسه خايفه تاخد الريسك تروح للبلو اوشن استراتيجي. ومن هنا فكرت ان القصه دي مش شرط تكون موجوده بس في الشركات او في الاداره، ده هي موجوده اوريدي في حياتنا. تعالوا كده نتخيل على سبيل المثال، من كام سنه فاتوا كلنا عايزين نسكن في مهندسين في الزمالك، عايزين الحته دي صح، مدينه نصر. طب بس من فتره برضو كنا ممكن نسكن في التجمع او في اكتوبر، بس الناس خافت تاخد الريسك وتروح، مع ان الارض كانت ب 3 جنيه المتر. الناس كلها عايزه تروح تلعب كوره، وكل الناس مقتنعه ان الكوره دي احسن حاجه، مظبوط، مع انك مش متخيل ان الكوره دي عباره عن ريد اوشن، وفيك ملايين الملايين عايزين يلعبوا كوره عشان يوصلوا لاي حد من الثلاثه دول. طب ليه محدش فيكم فكر ان هو ممكن يروح يلعب اي رياضه تانية ما فيهاش نفس الكومبيتيشن اللي موجوده في الكوره، ممكن يبقى بطل عالم. على سبيل المثال الثاني، اوعى تخش كليه فيها العدد ده من البني ادمين، لان دي عدد محاضره في ساعه في ترم في سنه. تخيل كليه زي دي خرجت كام بني ادم قبل كده. ليه دايما ما تسعاش انك تخش كليه جديده فيها تكنولوجيا جديده مفيش منها كتير عشان خاطر تبقى فريد من نوعك؟ ليه دايما لما تيجي تفكر تعمل جرادويشن بروجكت او رساله للماجستير او للدكتوراه تعمل توبيك تقليدي
لمجرد ان انا ابقى في السيف سايد والموضوع لطيف. ليه ما بذلش مجهود ان انا احاول اعمل ادام انا كده كده هعمل ريسيرش اعمله في حاجه مختلفه عشان انا ابقى يونيك ليه؟ ليه حضرتك دايما لما تتخرج نفسك تشتغل في شركه مالتي ناشونال؟ هي دي حاجه وحشه؟ اكيد مش وحشه، بس ليه كلنا متجهين ناحيه الشركه مالتي ناشونال مع انك ممكن في نفس الوقت تفتح يور اون بزنس وتعمل ستارت اب بتاعك؟ اللي انا عايز اقوله ان الكلام ده موجود اوريدي في حياتنا، والعلماء اثبتوا ان احنا عندنا زي ما انتم شايفين الريد اوشن، هتلاقي عندنا كومبيتيتورز كتير قوي والاوبورتونيتيز اوريدي قليله قوي، على عكس البلو اوشن هو واحد بس نازل بصناره وعنده كميه اوبورتونيتي كتير قوي ممكن يكاريت فيها اللي هو عايزه. ده ببساطه اللي حصل لي انا في حياتي. انا دخلت كليه اسمها لوجيستكس، ما كنتش فاهم فيها قوي بس دخلت ووصلت للقمه العلميه بتاعتها، عدت البكالوريوس وعملت 2 ماجستير وعملت الدكتوراه في مجال اللوجيستكس والسبلاي تشين، وبعد كده اشتغلت دكتور في الجامعه في مجال السبلاي تشين، وفتحت اول ستودنت اكتيفيتي متخصص في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس، وبعديها خلتني اعمل اسوسيشن ان جي او متخصصه في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس، مجمع فيها كل الناس البروفيشنالز الموجوده في المجال، وبعد كده قلت اعمل ماي بيرسونال بيج اسمها اللوجستاوي عشان خاطر اسمبليفاي يعني ايه اللوجيستكس للناس، ابدا اعمل فيديوز واعمل ايفنتس واعمل جازرينج، والحمد لله بقيت نوع من البابليك سبيكر والانفلونسر في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس. وبعد كده اشتغلت في مركز رياده الاعمال، بدانا حاجه اسمها سبلاي تشين اند لوجيستكس انكيبيتر. فاللي انا عايز اطلع منه من القصه دي ان خليك فاوندر، ليه دايما تفولو الناس؟ ليه ما تحاولش انت تخش في البلو اوشن وتعمل حاجات ليك؟ كلمه فاوندر دي مهمه قوي، حتى لو انت داخل دلوقتي كطالب ممكن تخش في ستودنت اكتيفيتي، ممكن تبقى فاوندر لستودنت اكتيفيتي، هتفرق معاك كتير قوي في حياتك. انا مش عايز اقول لكم ايه الصح وايه الغلط، انت دلوقتي عندك تو اوبشنز، ممكن تنط في الجنب في المحيط الاحمر، ممكن تاخد القرار وتنط في المحيط الازرق. ولكن لو قررت انك تعمل جامب في المحيط الاحمر، اعرف ان حضرتك في كومبيتيتورز كتير قوي، وان لازم يكون عندك ميزه تنافسيه تخليك مختلف عن كل الناس دي عشان تاكل وما تتاكلش. ولو حضرتك قررت تخش في المحيط الازرق، خلي عندك نوع من الكرياتيفيتي والانوفيشن عشان خاطر تقدر تكرييت حاجه جديده مش موجوده قبل كده. من وجهه نظري انا اخترت المحيط الازرق وحاولت اكرييت ماي اون ليجاسي، ودايما بتكلم في حاجه وستيتمنت كده حطوها في دماغكم على طول وقرروا انتوا عايزين ايه. هي البطوله تعيش اسمك ولا البطوله انك تعيش؟ شكرا ليكم.